السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها دعوة الحق، دعوة النور الساطع الذي بدد الظلمات وأخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله الواحد الأحد. المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. تتوالى البيعة على موقعه المبارك كل يوم، وينضم العديد من الأنصار والأنصاريات الجدد إلى دعوته، وكل له قناعاته الخاصة. مجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام ناصر محمد اليماني نناقش معهم تساؤلات حول الدعوة وردودهم وتعليقاتهم الخاصة حول بعض النقاط التي أربكت وشككت الكثير من الباحثين حول دعوة الإمام المهدي المنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن قضية اسم الإمام ناصر محمد اليماني. الإمام المهدي غير موجود في الأثر سواء عند السنة أو الشيعة. اسم المهدي طبعا الكل ينتظر الإمام المهدي باسم محمد، لكن في الحقيقة الفرقتين أساءوا فهم معنى التواطؤ. زابا وكل حزب بما لديهم فرحون أن يأتوا بحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإمام المهدي. معنى الحديث يواطئ اسمه واسمه. سيكون سؤالنا الأول هو الأبرز بين أسئلة أغلب الباحثين حول دعوة الإمام المهدي المنتظر، ألا وهو اسم الإمام، ولماذا هو ليس الاسم الموجود لديهم في الأثر سواء سنة أو شيعة؟ فكيف نرد على هذه المسألة ونلجم بها علماء المسلمين قبل عامتهم؟ تعالوا بنا نستمع إلى هذه المجموعة من الردود لمجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنستخدم فيه العقل، اللي هو المستشار الأمين اللي ما بيخونش صاحبه أبدا، واللي دايما بيفتينا بالحق لأنه بيقدر يفرق بين الحق والباطل. وهنلاقي ان دايما اهل الفكر اللي بيستخدموا عقولهم هم اول ناس اللي بتؤمن بالحق، وهنلاقي كمان ان عدم استخدام العقل هو سبب وجود اهل النار في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على انبياء الله اجمعين. اما بعد، فاجابتي على تساؤلات البعض لماذا اسم الإمام المهدي غير موجود في الأثر سواء عند السنة أو الشيعة، وذلك لعدة أسباب. سأذكر البعض مما تعلمتها من بيانات الحق في القرآن الكريم. فرسولنا محمد صلوات ربي عليه لم يسمي الإمام المهدي بغير اسم الصفة، أي المهدي المنتظر لا غير، ومن سماه بغير ذلك فقد كفر، بمعنى أنه من سوف يسمون المهدي من قبل ظهوره فسيكون أول كافر به، وذلك بسبب أنهم قد اعتقدوا بل وثبتوا عقيدتهم بأن الإمام المهدي سيكون اسمه كذا، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سماه فقد كفر. كلنا يعلم بأن هناك أحاديث عدة صحيحة عن أبي داود وأحمد والترمذي بشأن اسم الإمام المهدي في السنة، ولكن هناك أحاديث لعبد الله بن مسعود نصها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. وهناك حديث آخر بنفس السند ونفس اللفظ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا ولا تنقضي لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. ولكن هناك حديث رواه أبو داود وصححه الألباني وجادل ابن تيمية وأقنع الناس أن الزيادة التي كان أدرجت في هذا الحديث هي زيادة متفق عليها. نص الحديث كما جاء عن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل الأدهى والأمر أن هناك مازلة حقيقية وجريمة كبرى في حق اللغة العربية ارتكبها علماء آخر الزمان وأئمة المسلمين في تفسيرهم لمعنى التواطؤ، ولا نعلم إن كان هذا عن قصد منهم أو عن غير قصد، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يواطئ اسمه اسمي، وهم يقولون أن اسمه محمد، فأي تناقض هذا؟
رغم أن الحديث أكبر دليل على أن اسم المهدي ليس محمد، ومن لديه شك فليبحث في قاموس اللغة عن معنى تواضؤ. طيب، يعني لا إله إلا الله، الغريب أنه في كافة المعاجم اللغة العربية، ولو سألنا كافة دكاترة اللغة العربية والأساتذة اللغة العربية عن معنى التواطؤ، يعني لن يقولوا أنه تطابق، سيقولوا التوافق، يعني معروفة. طيب، بمعنى إيش التوافق؟ تعني التوافق وليس التطابق، وإنما الشيء لا يواطئ نفسه. فلما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواطئ اسمه اسمي، فهو يقصد أن اسم الإمام المهدي يوافق اسمه وليس يطابق اسمه، فالشيء لا يواطئ نفسه. فقد جعل الله في اسمه خبره وعنوان أمره، فقد ابتعثه الله ناصر محمد، فلم يبتعثه الله بدين جديد ولا وحي جديد ولا حرف واحد جديد، بل ابتعثه الله ليدعو الناس إلى ما دعاهم إليه محمد. ربنا علمنا منها أن الحجة ليست في الاسم، وهي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، كما علمنا من آيات القرآن. يعني فلو بنفس المنطلق بتاعنا النهاردة، أو بنفس النمط اللي احنا ماشيين عليه، لو كان محمد بعث في وسطينا، كنا هنقول لا، احنا مستنيين أحمد، مش عايزينك، انت محمد اسمك مخالف، انت لست على شيء، وانت مش الرسول الحق اللي احنا منتظرين. اعتقد في فئه من قوم محمد، او من القوم في عصره، يعني قالوا نفس الكلام دوت. ومع ذلك هو يعني اللي سمع الدعوه واللي سمع القران اهتدى. اولا ننيب لربنا بتجرد انه يهدينا للحق، واقصد بتجرد يعني بدون حكم مسبق انه كذاب او صادق، لاني ما عنديش دليل. ثم نبدا نشوف هل فعلا ربنا ايده ببرهان الخلافه والامامه، هل فعلا هو أعلم أهل الأرض بكتاب الله؟ وده هيتم عن طريق تدبر بياناته اللي بيكتبها في الموقع الإلكتروني بتاعه. وفي النهاية أحب أفكركم بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأحب أفكركم بقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العظيم. فأتمنى من كل الناس إنهم يسيبوا حجة الجدال في الاسم، ويبدأوا في حجة الجدال في قوة وسلطان علم الإمام ناصر محمد اليمين. وبكده أكون خلصت كلامي معاكم عن اسم المهدي المنتظر من اللي اتعلمته من بيانات الإمام ناصر محمد اليميني، وهسيب لكم لينكات للبيانات اللي بتتكلم عن موضوعنا تحت الفيديو. والسلام عليكم. بياناته شافية كافية، قدمت البراهين والأدلة من محكم الذكر العظيم، وأقنعت كل ذي لب وعقل حكيم يتدبر قول الله فيجده يعلو ولا يعلى عليه. إلى الملتقى بإذن النعيم الأعظم.